كابتن إيهاب، الحقيقة أنه ما أعرفش بتتفق مع كابتن إسلام فيما يتعلق بأنه ممكن ما نشوفش تعديل في طريقة اللعب، بس ممكن نشوف تعديل في التشكيل، لأنه بعد المباراة الأخيرة ما فيش حد في مصر ما تكلمش عن طريقة التشكيل وعن عدم استغلال بعض العناصر لتغيير مراكزها. برأيك إيه في اللي هيحصل بكرة؟ لا بص، هو ده مش وقت كمان تغيير طريقة اللعب، لأن هو ما اشتغلش عليها قبل كده. يعني احنا اشتغلنا من ساعة منذ تولي مستر فيتوريا المسؤولية هي 4-3-3 بكل أشكالها، لكن هو ما لعبش ب 3-4-3، ما حاولش يلعب 4-2-3-1، لأن احنا خلاص بنفتقد في الدوري المصري أو في الكرة المصرية للعيب رقم 10 في الكرة المصرية، هو اللي يقدر يعمل لي الربط ما بين خط الوسط الدفاعي والهجومي بعد عبد الله السعيد، ودلوقتي بيتواجد قفشة على فترات لكن مش موجودين، ده كله مش موجود معانا في القائمة. فهي الحل الوحيد بكرة أو طريقة اللعب 4-3-3 مش هتتغير، لكن احنا كان عندنا مشكلة المباراة الأولى إن خط ظهرنا كان مستباح لأي حد. يعني خط ظهرنا كان اي حد من وسط ملعب او مهاجمي المنتخب الموزمبيقي كان بيقدر يروح ويوصل لخط ظهرنا بسهوله، بيوصل لمرمانا بسهوله جدا، فدي مشكله كبيره جدا. فده اللي احنا بنتكلم عليه وكابتن اسلام اتكلم عليه، ان وجود النني في المباراه الاولى، النني بقاله فتره ما كانش بيشارك، النني لعيب كبير وعنده امكانيات كبيره جدا، لكن انا بحس ان النني مش ست، بحس ان النني 8 اكتر منه 6 كمان، او هيلعب جنب حد 6 يعني ما يلعبش لوحده. فالنني ظلم في المباراه الاولى كمان لحاله اللعيبه اللي حواليه في وسط الملعب. يعني حمدي فتحي يمكن الناس كلها عماله تتكلم ان زيزو ما كانش في ادائه، لكن انا بشوف ان حمدي فتحي ما كانش متواجد بشكل كبير في اللقاء، ما كانش ليه اي دور، ما كنتش حاسس. حمدي فتحي كمان لما بيلعب 8 لما لعبها مع موسيماني في الاهلي او مع كولر قبل ما يمشي، كان بيعمل الزياده الهجوميه بشكل كويس، كان دايما بنلاقيه متواجد في ال 18 كمهاجم تاني. لكن حمدي فتحي المباراه الاخيره ما عملش الدور الدفاعي بتاعه، ولا عمل التكمله العدديه والزياده الهجوميه، ولا رجع دافع كمان مع محمد حمدي وساب محمد حمدي طول الوقت بيلعب 2-1، او ما عملش المسانده الدفاعيه بشكل مميز جدا. فحمدي فتحي كان برضو من العلامات الاستفهام كبيره جدا في المباراه الاولى. فانا مهند، انا كنت لما ما كانش موجود في القائمه انا كنت نفسي مهند يكون موجود، لان مهند كان يستحق. الفتره اللي انا بتابع وبتفرج على مهند في الدوري المصري كويس جدا مع بيراميدز، لكن هي المشكله هتبقى ان مهند بقاله فتره ما بيلعبش، او مش حسابات الراجل، هو الراجل ضم مهند بعد استبعاد كوكا، فالاولويه كانت عنده لمروان عطيه اللي لعب مباراه تنزانيا قبل قبل المباراه الوديه قبل البطوله، ومروان ادى كويس جدا، ومروان ماشي مع النادي الاهلي بخطه ثابته. بس مهند ايهاب عنده قوه يمكن حتى كمان في الكرات العاليه عن مروان، يعني دي بتديله ادفانتج عن مروان في انه في حاجات وكورته احسن. أنا حتى في الحالات الهجوميه في حسابات الراجل مثلا ان هو بيتكلم، يعني هو ما كانش في الحسابات لما جاب ال 27 لعيب كان مفضل كوكا عليه. بس يا كابتن، هو ناس كتيره قوي استغربت فكره ان مروان عطيه ما شاركش، لانه كان عامل مستوى جيد جدا في الفتره الاخيره، مان اوف ذا ماتش في ماتش اتحاد جده، الفيفا كانت كاتبه عنه على ما اتذكر اشادات جيده جدا فيما يتعلق بالمسافات، في كان علامة استفهام على مروان عطية، وعلى فكرة انه النني نجم كبير ولكنه بقاله فترة ما بيشاركش. ده في ناس بتنزل دوريات عشان تلعب تشارك في منتخبات بلدها بعد كده. مروان نفس نوعية النني، محتاج حد يبقى جنبه. يعني لازم يلعب 2-6، ما يبقوش واحد، ما يبقاش خط واحد خط وسط مدافع. لكن مهند يقدر يشيل دي لوحده، زي طارق حامد كده لما كان ممكن نلعب 4-1-4-1، نلعب ب 4-3-3 يلعب هو رقم 6 لوحده. فانا شايف ان مهند يعني يقدر يقوم بالدور ده بشكل اكبر ويدينا قوه في الحته دي، بسبب ان هو قوي دفاعيا وكورته احسن من مروان حتى في الحالات الهجوميه، وكمان مميز عن مروان في الكرات العاليه، ودي نقطة مهمة جدا، لأن بكرة امتلاكنا لنص الملعب هيفرق جدا في المباراة، لأن هم كمان عندهم آيو وعندهم قدوس، يعني عندهم لعيبة كبار في الحتة اللي في نص الملعب دي. فإحنا محتاجين ناس تبقى بجانب زيزو وامام، ده لو طبعا ده اللي بتمناه ان هو يلعب كده عشان طريقه لعبه. بس هو امام لو لعب لازم يلعب على حساب حد. طبعا. على حساب حمدي فتحي.
او زيزو. زيزو ما هو احنا ما نعرفش لسه هو هيختار ايه التشكيل. بس اعتقد يا كابتن اسلام هتبقى يعني من وجهه نظر الراجل الاقرب من خلال اللي احنا شفناه الفتره الاخيره ممكن يلعب بمروان وجنبه النني ومعاهم امام.